وهو يتحدث عن قيام عناصر اللواء 30 التابع للحشد بتعذيب العرب السنة وبإشراف كما قال من أبو مهدي المهندس. هذا الشخص نشر مجددا مقطعا فيه لقطات لممارسات الميليشيات الطائفية ضد العرب السنة، وذكر أن هذه الميليشيات ساومتهم على دفع مبالغ مالية طائلة مقابل إخلاء سبيلها. دعونا نشاهد. وعدتكم بالفيديو اللي سويته قبل يومين أكثر من يومين أنه ننشر جرائم الحشد الشعبي وجرائم اللي ارتكبتها لواء 30 ميليشيات الشبكية بقيادة وعد القدو المدرج اسمه في لائحة الإرهاب، وأيضا وعدتكم ننشر جرائم أيضا بالإشراك مع وعد القدو أو لواء الشبكي اللي هم بابليون لواء 50 بقيادة ريان الكلداني المدرج اسمه ضمن لائحة الإرهاب. طبعا الفيديو اللي راح ننشره اليوم هم أشخاص، آسف أن أسمي بمسميات دينية وطائفية، لكن أرجو أن تفهمون بأنني فقط للتوضيح أسمي بأسماء حتى يعرف المشاهد من هو الجاني ومن هو المجني عليه. الفيديو اللي راح تشوفوه هسه هم شباب ووالدهم وأبوهم يظهرون اعتقلهم الحشد الشعبي من ناحية نمرود. طبعا هؤلاء الشباب التقيت بهم عندما كنت أنا مخطوف، التقيت باثنين منهم فقط حتى أكون واضحا، التقيت باثنين منهم وحكوا لي الموضوع انه موضوع استفزازي، ارادوا منهم بابليون ريان الكلداني ووعد القدو وحنين القدو ايضا شقيق الوعد القدو، طلب منهم 80,000 دولار مقابل ان يخلص سبيلهم، وهم يعني لا امكانية لهم